جديد. يبدو ناصر مرشح للوصول إلى النقطة 50 في موسمه، هذا لأول مرة منذ 10 أعوام. هو تقدم جيد في تاريخ الفريق الأصفر العتيق منذ آخر مرة توج بلقب الدوري في العام 96. وعين السواريق يقرأ في الماضي تقدمة لما هو آت. تشهد الأرقام لإدارة الأمير فيصل بن تركي بتصاعد رصيد النصر من النقاط إلى أعلى مستوياته هذا الموسم مقارنة بآخر 10 مواسم. نقطة البداية لهذا الرصد موسم 2003 عندما أنهى الفريق الموسم في المركز السادس برصيد 34 نقطة قبل أن يتقدم في الموسم التالي مركزين إلى الرابع وبرصيد 38 نقطة. وإن بدأ الخط البياني يشهد هبوطا في موسم 2005 عندما حصد الفريق 30 نقطة حل بها سادسا قبل أن يشهد موسم 2006 أسوأ نتائجه خلال السنوات العشر الأخيرة بحلوله في المركز التاسع برصيد 21 نقطة. ومع تغيير النظام الدوري وبداية من موسم 2007 حصد الفريق 33 نقطة منهيا موسمه في المركز الخامس، ولم يغادر هذا المركز في الموسم التالي أيضا حتى بعد أن أضاف نقطة إلى رصيده. المركز الثالث هو أفضل مركز أنهى به موسم 2009 وبرصيد بلغ 43 نقطة، وفي عامه التالي حافظ على الرصيد لكنه تراجع مركزين بسبب زيادة عدد مباريات البطولة إلى 26. وفي الموسم الحالي بنقاطه 47 يحتل النصر المركز الرابع، وهو المركز الذي سينهي عليه الموسم مع احتمالية تعزيز الرصيد، إضافة إلى أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الثاني ولم يخسر أمام بطل الدوري الفتح بخروجه متعادلا معه ذهابا وإيابا. وبانتظار موسم مقبل يطمح فيه النصراوية إلى الاحتفال بلقب لم يتوقعوا أنهم وهم يحتفلون بإحراز بطولة الدوري السعودي عام 1995 سيشتاقون لهذه الفرحة. معين السواري، العربية. أعتذر، قلت في البداية 96 الصحيح هو ما قال زميلي معين، 95 هو آخر دوري فاز به النصر. من الرياض الآن يلتحق بنا الأمير فيصل بن تركي بن ناصر رئيس نادي النصر. سمو الأمير أهلا بك معنا. يعني ماذا يعني لك أنت كرئيس مجلس إدارة أن هذا الموسم أفضل موسم للنصر منذ أن حقق لقب الدوري، منذ 10 سنوات ومنذ أن حقق الدوري، ماذا يعني لكم بالأرقام؟ صباح الخير بتال. بالنسبة للأرقام طبعا احنا نعرف آخر كم سنة زادت الفرق، لكن ما يمنع هذا أنه النصر تطور من عام إلى آخر. أي نعم حصل دروب العام الماضي، لكن الحمد لله هذه السنة الفريق يقدم موسم جيد. احنا في نهاية الموسم الماضي وهذا الموسم وصلنا إلى نهائيين مهمين. طبعا نهائي العام الماضي يعني ما كان جيد بكل المقاييس، لكن بالنسبة للنهائي هذا الموسم كأس سيدي ولي العهد تعرف يعني انتهت بالتعادل، لكن ضربات الترجيح هي اللي كسبت شقيقنا نادي الهلال. نعم، طيب يعني مع هذه الأرقام اللي أول مرة النصر يتجاوز حاجز 45 نقطة، أول مرة يلامس 50، إذا فزتوا في مباراتكم الجاية بتكون 50 نقطة أول مرة من 10 سنين أو على الإطلاق، يعني أنه النصر منذ فوزه بالدوري يصل إلى هذا العدد من النقاط. يعني لا تخسرون في الدور الثاني، كلها أرقام لكنها بلا بطولة، نقدر نقول اقتربت البطولة مع هذه الأرقام؟ صحيح بالتالي، يعني زي ما قلت كلها أرقام، بس الأرقام مهمة أيضا في عالم كرة القدم. لكن حنا لو بنتحدث نرجع للوراء، نادي النصر مر في فترة ذهبية سابقة، بعدها اعتزلوا النجوم من نادي النصر كثيرين، أمثال ماجد عبد الله، يوسف خميس، فهد الحريفي، محسن الجمعان. ومر النصر في فترة تجديد. أنا لما أتيت نادي النصر حاولت أني أبني الفريق من الصفر زي ما أقول. أي نعم كان في بعض اللاعبين من الإدارات السابقة مشكورة طبعا ما في شك. لكن الفريق اللي متواجد الآن مبني من 4 سنوات. السنة هذه الحمد لله يعني بدأ يظهر الفريق بشكل جيد، وإن شاء الله احنا يعني المنافسة على جميع البطولات إن شاء الله تكون في الموسم القادم. طبعا الآن عندنا بطولة مهمة هي بطولة مولاي خادم الحرمين الشريفين، احنا مستعدين بإذن الله لهذه البطولة ونتمنى أن نحققها، لكن المنافسة عليها هي الشيء المهم في هذا الوقت. نعم، طيب معنى ذلك أنت الآن 4 سنوات
اعتقد سمو الامير وصحح لي اذا كنت غلطان، منتصف الموسم الجاي تنتهي فترتك الرئاسيه اعتقد، يعني ال 20% بالنسبه لك انتهت الان، هي مرحله البناء اللي اعلنتها في بدايه ترأسك؟ لا، لما تكلمنا على 20% هذه كانت نسبة مئوية في هذيك الأيام، لكن الحين طبعا يعني تعدينا كثير هالنسبة. نعم. أصبح النادي منافس، لا يخسر، في السابق يخسر من فرق كبيرة، الآن الحمد لله يعني نكسب الفرق الكبيرة وتفوز علينا أو نتعادل، فهذا شيء جيد إن شاء الله، هذا نستثمره في المستقبل بتحقيق البطولات بإذن الله. نعم سمو الأمير، هذه لغة هادية لم نتعودها من خلينا نقول في منافسة الرياضية السعودية وفي النصر وفي غير النصر، لكن في النصر تحديدا يعني لغتك هادية ومبنية على أرقام. خطاب الإعلامي ما كان خطاب الأمير فيصل بن تركي في البداية، يعني أنت الآن تتكلم باحترام كبير لكل الفرق خلينا نقول رؤية فيها قناعة كبيرة بإمكانيات فريقك وبتقدمه ولو كان تقدم طفيف، يعني خطابك الإعلامي تغير كثير. أخوي بتال، يعني الواحد يتعلم، يعني لما لو أذكر مثال فيصل بن تركي 2000 غير فيصل بن تركي 2013. نعم. كما مع جميع الناس في جميع المجالات. فالواحد يتعلم من بعض، أنا ما أقول كلها أخطاء أو يعني زي ما تقول غلط إداري أو شيء، لكن الحمد لله الواحد يتعلم من الأخطاء، وفي هذا الوقت احنا نؤمن ان عندنا فريق قوي، وان شاء الله يترجم فريقنا والعمل المتراكم اللي قمنا فيه بالبطولات باذن الله. ماذا ينقص الفريق ليذهب الى البطولات؟ ينقص الفريق بعض اللاعبين الاجانب، لكن اعتقد انه اللاعبين المحليين اللي عندنا لاعبين أغلبهم نجوم، وفي لاعبين صغار دخلوا في الفريق هذا السنة، أمثال عبد العزيز الديابي، عبد الله مادو، أيمن فتيني، بنستفيد منهم كثير إن شاء الله في المواسم القادمة. وهي ما هي بس هاللاعبين، حنا في لاعبين آخرين مهمين. نعم. في نادي النصر أمثال إبراهيم غالب وعبد الله العنزي وخالد الزيلعي، لاعبين كثير وقعنا معهم من قبل سنتين، يعني للاستمرار، عرفت انه الفريق بدا يلعب مع بعض من سنتين، فهذا اللي كنا احنا نفكر فيه، انه الفريق يلعب مع بعض زي الانديه اللي حققت بطولات في هذاك الوقت. نعم. مثل الهلال والشباب والاتحاد. جميل. طيب سمو الامير، اللي لاحظوا التغير الكبير في الامير فيصل بن تركي في هذا الموسم، وخلينا نقول يعني من منتصف الموسم الماضي، في أشياء كثيرة، في حضورك الإعلامي، في إدارتك، في يقولون بأنك أبعدت مستشاريك السابقين يعني واللي حواليك الآن مستشارين جدد، التغير عائد على المستشارين، تعليقك هذا صحيح؟ لا بالعكس، نفس يعني شوف المستشارين نفسهم، يعني أي نعم دخل بعض الإخوان في المجموعة العام. نعم. الماضي في نعم الفترة الثانية، لكن نفس المستشارين اللي موجودين اللي استشيرهم واللي اثق فيهم، والحمد لله انهم يعطوني الرأي ان شاء الله السديد. نعم جميل. طيب خلينا نتكلم عن هذا النصر في 3.5 سنوات مع الامير فيصل، القادم يا سمو الامير، يعني ما الذي تحضرون للموسم المقبل؟ ابدا، احنا والله بالتالي يعني تعرف احنا عندنا اجتماعات كثيره مع المدرب، نحضر للموسم القادم، نحضر للاعبين طبعا ان كانوا اجانب او كان في لعيبه سعوديين، في اجتماعات دائمه مع المدرب، وان شاء الله يعني طبعا في صفقه كانت حتخلص لكن خربتها علينا اخوي بتال. ما خربتها اسمها، لكن احنا لما نعلن، احنا لما نعلن صحافه ما نخرب على احد. لكن ما الله أراد وخير إن شاء الله. طيب. لكن إن شاء الله في الاجتماعات القادمة إن شاء الله مع الأيام، إحنا قبل لا ينتهي الموسم، مع نهاية الموسم بنكون جاهزين إن كان لاعبين سعوديين أو أجانب للموسم القادم. طيب ليش أنت بادي مبكر من الآن وأنت ما نهيت موسمك؟ يعني إحنا نتكلم الحين عن كل أرقام النصر يتكلم فيها في الدوري، البطولة الأبرز والأقوى، لكن ليش أنت بادي مبكر السنة ذي؟ أولاً الصيف حيكون قصير بالنسبة لنا عشان شهر رمضان المبارك،
وبالنسبة للأجازة في بداية في نهاية الموسم للاعبين وبعدها يجي رمضان، بعدها في شهر بس، وفترة التسجيل أعتقد حتفتح بداية جون. نعم. فلازم تكون جاهز عشان يكون الفريق أجهز، يعني ما نبغى نستنى ونتأخر في الوقت. طيب يعني اسم الأمير المدرب كاري نيو سلمتها أنت ملف كبير من اللاعبين الأجانب، قال لك لا أريد أن تحضر لي اسم نجم كبير لأن النجم الكبير لن تتوفر له حياة نجومية في السعودية، أريد نجوم أنا أختارهم. هل أنت مقتنع بوجهة نظره؟ أنا مقتنع تماما في وجهة نظر المدرب، يعني إحنا ما نبغى نأتي باسم كبير فقط يجي يعني يتقاعد عندنا في المملكة العربية السعودية ويمشي. حنا نبغى واحد يجي يعطي للفريق، يكون متحمس إنه يحقق شيء مع هذا الفريق، وأنا والمدرب كريم متفقين على هذا الشيء. يعني لن يكون هناك اسم كبير الفريق. لن يكون هناك اسم كبير. لا ممكن، لا ممكن يكون في اسم كبير، لكن أهم شيء نكون متأكدين من رغبة اللاعب في العطاء في بذل كل ما عنده للفريق إن شاء الله. نعم. الأسماء الأجانب الأجنبية في الفريق الموسم الجاي بيحددها كارينيو الرأي الأول له، يعني الأسماء الآن كلها من الأرجنتين والأورغواي. ما هو الرأي الأول له، بس الرأي النهائي له. يعني ما حنسجل لاعب في الفترة القادمة إلا يكون المدرب مقتنع فيه. طيب خلينا ما تجاوز موضوع كارينيو ولو اني برجع للاعبين والتعاقدات، بس سمو الامير ايضا اللي تابعوا النصر هالموسم ظهرت اصوات من داخل معسكر النصر نفسه انك تتدخل في التشكيله، تتدخل في القائمه، استشهدت بلاعبين يلعبون بشكل جيد ولا يرونهم الجمهور بعد ذلك، ولاعبين سيئين ويستمرون مع الفريق، انه كارينيو كان ماشي صح لكن انت كنت تتدخل في عمله ولذلك الفريق حصل فيه دروب. بالتالي يعني أنا بحكي لك الموضوع يعني بكل بساطة، يعني بالنسبة للمدربين أنا ما يمكن أتدخل في عمل أي مدرب. إحنا ما نأتي بهالمدربين بملايين الريالات. نعم. لكي نملي عليهم، ولا كان جبنا مدرب لياقة وطبيب ودربت الفريق أنا، أو جبنا مدرب زي ما يقولون يتحكم في الرئيس، هذا شيء نعم. ما يعني ما هو صحيح ابدا. والمدرب بالعكس مدرب شخصيته قويه، المدرب يتناقش معنا كاداره في ما هو في التشكيله بس في اللاعبين، يبلغنا قبل المباراه كيف الطريقه اللي بيلعب فيها، وهذا شيء من حقنا كاداره، لكن ما يمكن نتدخل في عمل اي مدرب. نعم. الضغوط اسم الامير وجهت لكارينيو دعوات لمنازل اعضاء الشرف يوم كان الفريق زين، يوم صار يروح صار الفريق مو بزين، أثروا عليه؟ لا أبدا، هذا أخوي بتال يعني كلام إشاعات أو إن ممكن هالشيء يأثر، بالعكس يعني أعضاء شرفنا محبين لنادي النصر، وإن راح مدربنا أو لاعبيننا لأعضاء الشرف، في ناس في كثير من اللاعبين تربطهم صداقات بأعضاء شرف بدون يعني بدون ما نعرف إحنا من عضو الشرف الفلاني أو عضو الشرف الفلاني، وهذه ما هي بس في نادي النصر، في الأندية الأخرى. طيب قلت لي قبل قليل بأن النصر لن يتعاقد مع لاعب ليكون النصر مكانه الأخير قبل التقاعد، الأقوال أو الأفعال تقول عكس ذلك سمو الأمير، يعني دائما أغلب اللاعبين ينهون موسمهم الأخير في النصر في عهد إدارتك في أسماء، خلينا نقول الماضي أنت تعلمت منه، لكن هالسنة أيضا أنت تعاقدت مع محمد نور، على ماذا تراهن في محمد نور؟ والله إذا برد على سؤالك، أول شيء حسين عبد الغني أتى لنادي النصر. نعم. والآن هذه رابع سنة مع نادي النصر والحمد لله يقدم مستويات جيدة وكبيرة لنادي النصر. بالنسبة للكابتن محمد نور، يعني الأندية اللي في المستوى الأول زي ما يقولون أو الأندية المنافسة. نعم. في الدوري ثلاثة أو أربعة حاولوا يتعاقدون مع محمد نور، لكن لما تعاقد نادي النصر مع محمد نور أصبح محمد نور غير قادر على العطاء. بالعكس محمد لاعب كبير وإن شاء الله بيفيد نادي النصر وبيثبت للجميع أنه فعلا محمد من أكبر نجوم المملكة العربية السعودية.
4 ملايين سم الأمير، وبتوصل إذا وصلتوا لنهائي كأس الملك بتكون 5 مليون في السنة، يعني 4,800,000 بتدفع لنور في عام واحد، مش كثير يعني هالمبلغ؟ والله يا بتال، في احنا شايفين كثير من اللاعبين يعني في أندية شقيقة أو يمكن ما لعبوا ولا مباراة لمدة سنتين ثلاثة ويأخذهم فوق 3 مليون، فعلى الأقل محمد بيكون لاعب يخدم نادي النصر ولاعب كبير. وبالنسبة لأسعار اللاعبين هذا ما هو سعر عالي أبدا. نعم، زي مين اللي يأخذون فلوس ما يلعبون قصدك في الأندية؟ والله ما أبغى عندكم في النصر؟ في لاعبين كثير في أندية كثيرة. لا ما أحكي عندنا في النصر، أنا أحكي في أندية أخرى. عندنا في النصر إن شاء الله يعني اللاعبين اللي يأخذون قدر من المال إن شاء الله بيلعبون. جميل. اسم الأمير، المدرب إيش قالك لما أنت كنت تبغى تجي محمد نور؟ دعمكم؟ بالعكس، رحب في هالشيء. أول شيء سألت المدرب على هذا الموضوع، طبعا من متابعته للدوري السعودي ومساعد المدرب يشوف جميع اللاعبين طبعا في الدوري. نعم. ويحلل كل لاعب يعني تحليل فني. فالمدرب كان مؤيد جدا لمحمد نور بالانضمام لنادي النصر. جميل. زي ما قلت لك بتال، صعبة صعبة تلقى لاعب بقدر ومكانة محمد نور وعطاء محمد نور كنجم في هذا الوقت إنه يلعب معك بطولة في نهاية الموسم. جميل. طيب يعني أمير، الموضوع المالي في النصر، قبل ما أتكلم في بعض التفاصيل المالية اللي صارت للنصر، خليني بسألك، أنت في الموسم الماضي عندما اجتمع بك أعضاء شرف نادي النصر في نهايته في منزل الأمير طلال بن بدر، قلت بأنك لا تريد منهم، سأسير بالنصر لوحدي بدون أي دعم. هذا الموسم أنت تتصدى لكل الأمور المادية طبعا بوجود الشريك الاستراتيجي أيضا، هذا الشيء لم يرهقك؟ يعني قادر على تحمل المسيرة؟ بالتالي بس بصلح معلومة بسيطة. فضل. لما كنا عند الأمير طلال بن بدر، أعضاء الشرف هم اللي ذكروا أنهم ما يقدرون يدعمون في العام المقبل. فلما ذكروا هذا الشيء قلت أنا بتحمل للمسؤولية السنة القادمة، وما في شك الموضوع مرهق لأي رئيس من رؤساء الأندية الكبيرة، لأنها مبالغ طائلة تصرفها في النادي طبعا. لكن أنا أشكر يعني 3 أو 4 من أعضاء الشرف اللي دائما واقفين مع ناديهم في أي وقت، من بداية رئاستي وقبل رئاستي، وإن شاء الله يستمرون بعد رئاسة فيصل بن تركي. أشكرهم جزيل الشكر على وقفتهم مع ناديهم. بالنسبة للأندية، الأندية دائما مرهقة ماديا، لكن شوف أنا من صغري وأنا عاشق لنادي النصر، فكل شيء هون من أجل هالكيان بإذن الله. ليش دائما تقول أعضاء شرف النادي الداعمين 3 أو 4 وما تعلن أسمائهم؟ ما يرغبون في ذكر أساميهم يا بتا. لو يرغبون في ذكر أساميهم بالعكس يشرفني أني أذكر أساميهم. طيب، في العام الماضي قلت لي بأن ديون النصر في آخر مقابلة في الموسم قلت لي 67 مليون تقريبا، خفضت الرقم أو زاد؟ لا أنا قلت لك 37 قلت 37. طيب معلش اعذرني، يمكن من كثرة الديون الأندية ما عاد الأخبص، 67 الظهر رقم الاتحاد هذا، فخلينا في 37 حقت النصر. طيب الرقم نزل هالموسم ولا طلع الديون؟ الرقم الآن أقل من الموسم السابق. شوف أنا ما كل الأندية مديونة، حتى برشلونة مديون، لكن أنا اللي وعدت فيه أنه في نهاية فترة رئاستي إن شاء الله بيكون نادي ما عليه ولا ريال. جميل، هذا اللي أقدر أوعد فيه إن شاء الله. طيب المشاكل المالية اللي عندك في الإدارة الحالية، يعني عندك رواتب الأيوفي هدد بشكوى، عندك حسني عنده 6 أشهر، عندك مدربين سابقين مثل ماتورانا، هذه ما تخاف منها أنها تسبب لك مشكلة في الموسم المقبل بشكاوى تصل إلى فيفا؟ لا بالعكس، إحنا إن شاء الله زي ما قلت بتال، ما تقدر أنت تسجل لاعبين إلا وأنت مسدد هالأشياء، وإن شاء الله في الفترة القادمة بنسدد كل الأشياء مجدولة بإذن الله، ونبدأ الموسم القادم إن شاء الله بدون شكاوي. طيب في شكاوي الآن ولا لا؟ الآن عندكم عليكم شكاوي؟ رفعت لكم شكاوي أو خطابات من محامين؟
في هذه اللحظة عندنا شكوى واحدة من لاعب مانسو، بس الحين تنظر هي في الـ في الـ في لجنة فض المنازعات، وأول ما تخلص إن شاء الله بيرسلوا لنا الموضوع كامل. وأبدا إذا وحنا حندفع اللي علينا ما في شك يعني. نعم، في خطاب رفع لكم قانوني من ماتورانا أو من أيوفي؟ لا أبدا، لا يوجد شيء، لا يوجد شيء. طيب بالنسبة للشركة الاستراتيجية STC للاتصالات السعودية، عقدكم انتهى، الموسم المقبل أنتم يعني اشتركتم في التجمع، خلينا نقول اللي مع الأندية السعودية أو الثلاثة الأخرى، هل لديك بديل أنت كرئيس نادي؟ هل فتحت نوافذ أخرى فيما لو لم يتم التجديد مع شركة الاتصالات السعودية؟ ما في شك ان احنا يعني من اول السنه وحنا يعني ما مش لقينا بديل وحكينا معاه، لا نعم. بس كنا مجهزين نفسنا مع شركه ان شاء الله بنعلن عنها في القريب العاجل ان شاء الله، مجهزين نفسنا لتقييم نادي النصر، والحمد لله احنا عارفين قيمه نادي النصر، ولن نوقع ان شاء الله الا بالقيمه اللي يستاهلها نادي النصر. واحب اطمن الجماهير انه باذن الله بيكون عقد الرعايه إن كان ما هو عقد لشركة معينة بس تكون عدة شركات، بيكون مطمئن جدا لنادي النصر في المستقبل. سمو الأمير، ربما هذه توقعات مراقبين، ربما يعلن قرار تخصيص الأندية السعودية منتصف الموسم المقبل، أقول ربما، يعني الأخبار الواردة في النصر أن يعني والدكم الأمير تركي بن ناصر سيدخل لشراء نادي النصر، هذا صحيح؟ والله إلى الآن ما يعني ما فكرنا في الموضوع، لكن بالعكس يعني الفكرة مطروحة لديكم كعائلة؟ نعم أكيد مطروحة. جميل. طيب أمامك الآن سمو الأمير دوري الأبطال، ختام البطولة كأس الأبطال، دوري الأبطال في السعودية أو كأس الأبطال في السعودية، النصر مواجهته اليوم أعلنت أمام الأهلي، إذا أسمع منك تعليق مباشر عن هذه المباراة قبل أن نودعك. أبدا يعني أكيد حتلعب مع فريق قوي من ضمن الأندية القوية، والأهلي نادي كبير ويستحق يعني يستحق البطولة، النصر يستحق البطولة، الأندية الكبيرة كلها عملت كثير هالسنة، لكن إن شاء الله بتكون نتيجة إيجابية إن شاء الله لنادي النصر وتأهل لدور الأربعة بإذن الله. سمو الأمير بصراحة أنت كرئيس النصر 3 سنوات الآن، يعني ليش انتم النصراويين اذا فزتوا وفريقكم مش كويس رجعتوا تتهاوشون بينكم؟ يعني هالسنه يوم الفريق طلع زين كل واحد صار يقول مستشارين فيصل بن تركي، في ناس ياثرون على المدرب، اصدقاء المدرب، اصدقاء اصدقاء فيصل، فصارت المشاكل بينكم بهذه الطريقه، كل ما تفوزون يعني صاروا النصراويين يعني خلينا نقول يتفقون اذا خسروا، لكن اذا فازوا لا. شو المشكلة عندكم بالضبط؟ أنا يعني بس ودي 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 أطلب من الإعلاميين النصراويين، الإعلاميين النصراويين إحنا ما نطلب منكم في نادي النصر أنكم تمدحون النادي أو الإدارة أو أي شيء من هالقبيل، لكن إحنا نطلب منكم بس العدل يعني، أو أنكم يعني تقولون الصحيح فقط لا غير. يعني ما نبغاكم زي بعض الإعلام اللي وصل الكرة السعودية إلى الهاوية، فهذا اللي أطلبه من الإعلاميين النصراويين فقط. أرجو لك التوفيق الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبد العزيز رئيس نادي النصر الذي تنتهي ولايته في نصف الموسم المقبل، هو قاد النصر هذا الموسم لتحقيق أفضل أرقام في تاريخه منذ 10 سنوات لكنها بلا بطولة حتى الآن. شكرا جزيلا الأمير فيصل بن تركي بن ناصر. شكرا بك. يختم السبت الدوري السعودي لكرة القدم بإقامة 7 مباريات في ذات التوقيت، النصر أمام الفيصلي، نجران أمام الرائد، الاتفاق والفتح والشعلة والاتحاد، الأهلي يستضيف الهلال في الشراعي في مكة، والتعاون يستضيف الوحدة، ثم الشباب يأتي هجر إليه ضيفا، وعندما يسدل الستار تماما على الدوري السعودي الفتح كان قد قطف الثمرة الكبرى بفوزه باللقب. هل بقي شيء يمكن أن تتابعه الجماهير في الجولة الأخيرة؟ الجواب نعم،
ومرتضى العلوي يفصل أكثر. ما بين الفتح المتوج والوحدة الذي حسم الهبوط 12 مركزاً حسم بعضها، ولا زال التنافس مشتد على أخرى. المركز الشرفي الوصيف يشهد تنافساً ما بين الهلال بنقاطه 55 والشباب الذي يتأخر بنقطتين. الهلال يحل ضيفاً على الأهلي في مكة المكرمة، فيما يستضيف الشباب فريق هاجر. المركز الثامن المقعد الأخير المؤهل لكأس الملك للأبطال، يشهد تنافساً مثيراً بين الرائد بنقاطه 29 والشعلة الذي يتأخر بنقطتين. الرائد يرحل إلى نجران لملاقاة فريقها، فيما يواجه الشعلة ضيفه الاتحاد في الخارج. أعنف المعارك هي على المركز الثاني عشر الذي يضمن البقاء، ويتنافس عليه فريقا هجر والتعاون. فارق النقطتين يشعل مواجهتي بريدة والرياض. التعاون لا يحتاج أكثر من الفوز على ضيفه الوحدة لحسم بقائه، فيما يحتاج هجر لخسارة التعاون وفوزه على مضيفه الشباب. وفي حال تعادل التعاون وفوز هجر، فإن الحسم سيتأخر إلى مباراتين فاصلتين بينهما. قمة هدافي الدوري لها منافسة فردية بطابع خاص، خاصة بين مهاجم الشباب سبيستيان تيغالي المتصدر بثمانية عشر هدفاً، ومهاجم الهلال ويسلي لوبيز بسبعة عشر هدفاً، ومهاجم الفتح دوريس سالومو بستة عشر هدفاً. بين كل مراكز المنافسة هذه 630 دقيقة أخيرة في الدوري السعودي. مرتضى العلوي، العربية. وهذه وقفتنا الأخيرة، نتابع بعدها هذه الحلقة ونقول: اقترب الحسم فازدادت الشكاوى في دوري ركاء.